حبيبتي هابي فلنطين، هو انتي مش عارفة ان انتي نور عناية ولي؟ بتكلم بجد. صحيح انا لو جاي الفلنطين ده وما جبتلكيش تبتوب احمر كبير يبقى نروح نموت احسن. انا بتكلم بجد. هو انتي مش عارفة ان انتي نور عناية ولي؟ بتكلم بجد. صحيح انا يمكن مش عايزك تبصي للحباية حباية ونص اللي جايين من الخليج دول، يعني بتلاقي معايا 10 مليار من هنا من الكويت و10 مليار من السعودية و10 مليار من الامارات، تقولي هاتلي هدية وهاتلي فلنطين. لا والله دي فلوس على جنب كده، فلوس ومصلها زي رز. عارفة انت لو قلتيلي هاتلي دبدوب او هاتلي فلوس في العيد الحب الفلنطين اقولك مفيش فلوس. مش محتاجة تقولي لي هات، انا لو اقدر اديكي هديكي، مفيش. بدل ما تقولي لي هات، انا عايزك تقلعي الحلق ده عشان مصر. انا بتكلم بجد، خلينا نتكلم بوضوح بقى. فلنطين يعني ايه؟ يعني حضن، يعني حب. الحلق ده مش محتاجة مصر حلق زي كده. 200 مليار دول هل يجيبوا دبتوب؟ ما يجيبوش دبتوب، لا والله والله ما يجيبوا تبتوب. بكلم بجد، خلينا بقى واضحين مع بعض. عارفة لو قلتيلي هات من فلوس الخليج هدية ولا فلوس اقولك مفيش فلوس، في رز. اغرفلك